السنة والأحاديث الصحيحة على أكثر من 2 إلى 5% فقط. أحاديث وفت بهذا الشرط، أن يرويها اثنان وعن كل اثنان، هكذا. هذا شرط القرآن، هذا في أرنب، هذا في كما قلنا أي في صيد حرام، في 10 دراهم، في رجعة، اثنان على الأقل اثنان. وطبعا بديه وهذه من عندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديه أنه لا يليق ولا يسوغ أن يخص أحدا من أصحابه بأسرار الشريعة، ما فيه. هذه شريعة لابد أن يبلغها، ليس لصاحب، لا لعلي ولا أبو بكر، لجملة الصحابة. فالنبي كان حريصا بالحري أن يسمع حديثه حين يحدث أيها الإخوة، حين يفوه به جمع من أصحابه. فإن خص أحدهم بحديث هذا لا علاقة له لا بالتشريع ولا بالغيبيات، هذا في معالي الأمور، في الوصايا، في العظات، لا بأس، حتى هذا نقبله، نقبل أحد عن أحد، ما عندنا مشكلة في هذه المسائل. لكن في العقائد، في الدماء، في الحقوق، في مقاطع الحقوق، على الأقل هذا الحد الأدنى، اثنان عن اثنين في كل وكل، هذا على الأقل، أقل شيء. وهذه طريقة قرآنية وطريقة بكرية وعمرية وعلوية، هكذا. عمر كان نفس الشيء، لا يكتفي بحديث صاحب واحد حتى في آداب الأمور. أبو موسى الأشعري حين حدثه أنه سمع من النبي أنه قال إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قال له لا تأتيني بشاهد. شو كلمة من وجبت هذا الكلام يا أبو موسى الأشعري؟ هذا صاحب القرآن، هذا دين، من أين سمعته؟ يعني محمد أسر إليه إليك به؟ مش معقول، مش هيك طريق النبوة، مش هيك طريق الرسالة. فهمتم علي إخواني؟ يقول لك العقل، 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 هذا العقل، هذا العقل الشرعي الذي يحترم الشرع ويحتاط لشرع الله، ليس العقل الذي يستقيل فيعبث بشرع الله وبدين الله. قال لك عندنا حديث الرجم متواتر، لو مكثتم إلى يوم الدين، ومن هذا المنبر أتحدى لن تثبتوا هذا. علموا الناس، قولوا للناس، وسأقول هذا في درس مقبل إن شاء الله، في محاضرة، في خطبة مقبلة، قولوا للناس ما هو المتواتر بالضبط وما هو شرطه. ونقول لكم لو استعنتم بالإنس والجن على أن تثبتوا أن حديث الرجم متواترة لن تستطيعوا، وهذا تحدي من هذا المنبر الكريم إن شاء الله تعالى. وإن أثبتتم نحن أول من يخضع، ولكل مقام مقال. لماذا؟ من أين يا أبا موسى؟ أو لأجعلنك نكالا، قال له لأعاقبنك ولأنزلن بك عقوبة تكون نكالا لأمثالك، ممن يتجرؤون أن يحدثوا عن رسول الله ويرفعوا إليه الخبر دون برهان وسلطان. أبو موسى بخط النظر قال له أما إني لم أفعل هذا اتهاما لك، لكن هذا دين، قال له دين يدخل منه صالح. وبعدين الإنسان عرضة، الإنسان هدف للنسيان، أليس كذلك؟ وللوهم ولسوء الفهم ولسوء السمع. غفر الله لفلان، تقول عائشة أخطأ سمعا فأخطأ فهما، هو ما سمع مليح، هو ما فهم مليح، بصير هذا الصحابي مش معصوم، مش كمبيوتر هو، ولا مش صحيح. فقال له الأنصار لا يقول كلنا سمعنا هذا لأبي موسى، وجاءهم كأنما نزف دم وجهه أصفر أصفر، سيضربه عمر، عمر ما في عنده لعب بالدين، هذا دين، دين شرع. قالوا كلنا سمعنا هذا من رسول الله حديث الاستئذان، ولا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد ابن سينا الخدري رضي الله عليه. فاكتفى عمر بهذا، قال له هذا الدين تثبت. لماذا لم يتثبت أمتنا على هذا النحو؟ لماذا لم يشترطوا في كل طبقة، في كل مرحلة أن يرويه اثنان على الأقل، على الأقل؟ وقبلتم بالواحد وأتيتم بأدلة كثيرة، لا تكفي، لا تكفي، إنها تخالف روح القرآن وتخالف هدي الراشدين رضوان الله عليهم. ثم وسعتم الدين وبعجتموه وبسطتموه وجعلتم أيها الإخوة ما اكتفى به القرآن غير كاف. قلت لا، هذه أركان الإيمان لا تكفي، بدنا ندخل معها الدجال، وندخل معها المهدي، وندخل معها عودة عيسى ابن مريم، ومن أنكر فقد كفر. يا جماعة، يا جماعة، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في كتابكم. أخنيتم علي والله العظيم أخنيتم على هذا الكتاب، افتأتم، لا يجوز، لا يجوز، ما هكذا، ما هكذا.